هذا وقد توالت الإشادات والأصداء الإيجابية منذ انطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي أكدت أهمية هذه الجائزة في تمكين المرأة وما سوف تتركه من علامة فارقة على صعيد تفعيل دور المرأة وزيادة مساهمتها في الحياة العامة. تواصلت ردود الفعل والإشادات بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة، التي تثبت أن سياسات وبرامج ومشاريع تمكين المرأة في البحرين باتت نموذجا عالميا يحتذى به أمام جميع الدول الساعية إلى تفعيل دور المرأة وزيادة مساهماتها في الحياة العامة، خاصة بعد التبني والدعم الدولي لهذه الجائزة التي جرى إطلاقها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بحضور عربي وعالمي واسع. النهاردة إطلاق الجائزة في قلب الأمم المتحدة باسم سمو الشيخ سبيكة، كلنا فخورين جدا بإطلاق هذه الجائزة من قلب الأمم المتحدة باسم مرأة عربية. يعني أعتقد إن هي رسالة للعالم كله إن المرأة العربية مش بس بتشتغل وبتنتج وبتحارب وبتحافظ على بلدها وكل المقاييس اللي احنا بنتكلم فيها، ولكن المرأة العربية قيادية بتفكر كمان تتحرك وتدي جوائز بهذا وعلى أعلى مستوى بقيادة سمو الشيخة سبيكة. أعتقد دي رسالة نحترمها جدا للعالم بأسره من قلب الأمم المتحدة لكل دول العالم. الحقيقة مملكة البحرين لها تاريخ عريق في التعاون مع الأمم المتحدة، ودائما تحاول تبادر في كل المجالات. فاليوم احنا نطرح أو تم طرح جائزة باسم سمو الأميرة سبيكة، وهي الحقيقة تعكس تجربة البحرين في 15 سنة الماضية عن دور المرأة والنقلة اللي حصلت في البحرين. فهي مبادرة إن شاء الله بتحفز بقية دول العالم ومشاركة إيجابية مع الأمم المتحدة. الجائزة بتكون للمرأة، يعني هذه في حد ذاته يعطي رسالتين للعالم. الرسالة الأولى أن البحرين قاعدة تدفع بوضع المرأة إلى الأمام. البحرين، المرأة البحرينية من خلال صاحبة السمو تقول للعالم أن إحنا المرأة عندنا قاعدين نساعدها علشان توصل إلى 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 إلى, إلى الأمام في أي مجال. التنمية قاعدين ندفع فيها إلى الأمام في البحرين، دليل أن إحنا الآن قاعدين نساعد العالم، نساء العالم، من أجل تحقيق هذا الهدف. اليوم تشرفنا بوجودنا في الأمم المتحدة لتدشين جائزة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة دوليا. هذه الجائزة الدولية تأتي بالطبع عقب بعد 10 سنوات من تطبيق في مملكة البحرين وبكل نجاح. أفتخر أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من القطاع الخاص كانت أول شركة في القطاع الخاص تحصد هذه الجائزة مرتين في تاريخ الجائزة، وهذا شرف كبير لنا. وبالطبع هذه الجائزة لها معايير عالمية جدا ومحكمين عالميين، والتقدير إجا على أساس أن القطاع الخاص له دور في تمكين المرأة وتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين. الفعاليات أشارت إلى أهمية هذه الجائزة التي تنبع في أنها تكرس جملة من المعايير المنهجية العامة لتمكين المرأة، خاصة بعد 10 سنوات من إطلاقها على مستوى البحرين، حيث تمكنت من إرساء آليات واضحة متطورة، مع التأكيد على أن المجلس الأعلى للمرأة وبعد إطلاق هذه الجائزة لم يعد يمثل بيت خبرة إقليمي في مختلف قضايا المرأة فقط، وإنما وضع قدميه على عتبة العالمية في مجال تمكين المرأة.